السلام عليكم. السلام عليكم. يعني اسماء لاباس، ربي يشافيك ان شاء الله. كانك بخير لاباس؟ راكي مليحه؟ الحمد لله. الحمد لله. جينا نشوفوك اليوم وجينا نطمنوا على صحتك ونهنئوك اولا بالمعدل الكبير اللي جبتيه وبالتحدي وبالشجاعه، واش نقول لك برافو عليك. يعني هذا انجاز كبير وتحدي كبير. شرفتي عائله الوابحي. طالبه اسماء راهي طالبه ان شاء الله عام السنه القادمه تكون في الجامعه. تحدث المرض تاعها وتحدث تداعيات سلبيه تاع وباء كورونا يعني اللي منذ شهر مارس، وتعرفوا يعني كاع التلاميذ عانوا. يعني ماهيش حاجه سهله باش يعني يكون هذيك يعني تقطع على الاجواء تاع المدرسه، يعني الاجواء تاع المتوسطه واجواء تاع الثانويه، وهذاك التواصل بينك وبين الاستاذ والتواصل بينك وبين التلاميذ تاعك. نقول لك برافو عليك، يعني شرفتي العائله. راهي مريضه، نتمنى لها الشفاء، بصح من جهه اخرى نقول ان شهاده البكالوريا اللي نالتها هي بمثابه دواء كبير ان شاء الله، ويكون دافع معنوي تاعها باش تغلب على المرض تاعها. رانا سقسينا الاطباء قبل ما نجوا في الزياره، قالوا لنا الحمد لله راهي تعدت مرحله الخطر. الشهاده هذا الوسام تاع الشجاعه، معدول اليشا الوابحي، عرفتي تفضلي. السلام عليكم. تستاهلي كل خير، الله يبارك فيها الميداليه تاع الشجاعه هذه. الله يحفظك ربي يعافيك. وهذه شهاده شرفيه نهدوها لك ليك شكرا الحاجه ان الام باسكو انا نقولها لك انيسه يا اسماء. يعني نعاود الوابحي اسماء الطالبه تاعنا، اذا نجحتي في الشهاده تاعك سي كراس الام هذه. كراس الام هذه، كراس الام هذه، ونقول لك برافو عليك. تستاهلي كل حاجه. وهذا كلام الله يهدي لك واحد الجماعه من سكه الطبي ابا خويا. تستاهل كل خير الله يبارك. هذو اللي وقفوا معاك كانوا موقفين معاك. اي اعطيني هذه، راح تشوف هذه هديه. اذا واش نقول؟ ان شاء الله يا ربي الفوز، ان شاء الله يا ربي الشفاء العاجل، ان شاء الله يا ربي تعاودي تولي المزيد دفاعي. راكي شرفتي التلميذات الجزائريات، شرفتي كذلك عائله الوابحي. حنا نتمنوا ان شاء الله تعاودي تولي للمنزل وتريحي ان شاء الله. مشكورين السلك الطبي هنا بالمستشفى الجامعي تاع ليشتو اللي شهدت عليها الوالده وشهدت عليها ثاني الطفله الوابحي، يعني على الرعايه. مشكورين انتم وبرافو عليكم، ربي يحفظكم ان شاء الله. هذه ماهيش يعني منذ بدايه وباء كورونا، يعني ضحيتوا وقفتوا يعني وقفه رجل واحد، نقولوا جماعه كاع اللي توفوا ربي يرحمهم. اليوم واش نقول؟ ان شاء الله يا ربي مره اخرى يعني يكون شفاء العاجل. شكرا على هذه الالتفاته الطيبه، هذا الجست اللي درتو زعما صون فيه فريمون بليزير والله شكرا. لا تستاهلي كل خير. نشكرهم باسكو كل شيء هما المجهود تاعهم اللي داروها، ما وصلناش لهذه المرحلة، وصلنا للحاضر بفضل الله سبحانه وتعالى. نشكركم على هذه الالتفاتة الطيبة اللي درتوها. نشكر ثاني الله عز وجل قدمني على اجتياز شهادة البكالوريا الحمد لله، والشكر موصول للوالدين اللي وقفوا معايا في المشوار الدراسي، وكل الطاقم الطبي والسلك الإداري أيضا، ثاني الطاقم التبعي، وشكرا لكل من كان له دور في مساندتي لاجتياز الانتخابات. هذه الزيارة يعني غادي تكون هكا حافز باش تزيد كما نقول تشفى بعد البكالوريا. يعني بنتي يمحي هذه الزياره تزيدها تشجعها باش تروح. ونشكركم ونتمنى الجمعية تاعكم التوفيق والمزيد، وجميع اعضاء الجمعيه يعني نقدم لهم تحياتي ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. نشكركم على الزياره وجيتوا، هذه الزياره مفاجئه اللي درتوا مع الوالحي. Ça fait plaisir aussi parce que le professeur,
gagne le monde paramédical. Ils l'ont encouragé pour avoir son succès. Et on l'encourage pour.